كردستان المستقلة ليست حلماً أو شائعة بل حقيقة في طريقها لتصبح واقعاً، أو هكذا يراها مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق. بارزاني أكد في مقابلة صحفية مع واشنطن بوست أن هدف إقامة دولة مستقلة لم يغب عن أذهان الثورة الكردية منذ انطلاقها ضد الرئيس الأسبق صدام حسين في تسعينيات القرن الماضي. بارزاني قال إن الأكراد حصلوا وقتها على حكم ذاتي بعيدا عن الحكومة المركزية في بغداد، خطوة وإن كانت أقل من هدف الاستقلال التام إلا أنها مثلت تقدما تجاه تحقيق هذا الحلم عبر الطرق السلمية. هذا الملف سيحمله وفد من ممثلي الأحزاب الكردية الخمسة المشاركة في الحكومة خلال زيارة قريبة لبغداد للقاء كبار مسؤولي الحكومة المركزية. الوفد الكردي سيضم ممثلين عن المكونات التركمانية والكلدانية والآشورية في إشارة إلى دعم كافة الأعراق المتعايشة في إقليم كردستان لحلم الاستقلال. الحزب الديمقراطي الكردستاني أكد أن التعايش بين حكومتي المركز في بغداد والإقليم في أربيل أصبح شبه مستحيل، فالمشاكل بين الطرفين متزايدة بشأن المستحقات المالية والنفطية وغيرها من الملفات الكثيرة العالقة، وهي ما تدفع الأكراد للإصرار على الانفصال بشكل كامل عن العراق. ولكن أزمة المناطق المتنازع عليها في سهل نينوى وسنجار بالإضافة إلى كركوك ستقف عائقا أمام الحلم الكردي، فالإقليم يصر على ضم هذه المناطق لحدوده بينما بغداد ترفض التنازل عنها، وهو ما قد يتسبب بأن تطول المدة قبل أن تبزغ الشمس على الدولة الكردية المستقلة.